بكم. أعلنت وزارة الصحة عن حالة مؤكدة جديدة حاملة لفيروس كورونا، ما يرفع عدد الحالات إلى 6، مؤكدة أن الوضع مطمئن وأنها تعول بالأساس على وعي المواطنين بالتزام الحجر الذاتي في صورة ظهور أعراض الفيروس. 44 تحليلاً بين الأمس واليوم سبقت مخابر وزارة الصحة فيها الزمن لنشر نتائجها إلى الرأي العام التونسي في نقطتها الإعلامية اليومية القارة بوزارة الصحة، والنتيجة هي تسجيل حالة جديدة حاملة لفيروس كورونا ليصبح العدد الجملي الوطني للحالات 6. في 44 تحليل واحد برك إيجابي اللي هو شقيق المريض أو معناتها المريض الثاني اللي هو من بومرداس واللي هو منوم حاليا في مستشفى سهلول. والسيد هذايا صحته طيبة وهو في العزل في بيته. ورغم تسجيل حالة جديدة تؤكد وزارة الصحة أن الوضع ما زال مطمئنا. الوضع يطمن. اليوم عملنا 44 تحليل. التحاليل هذه مقسومة لنوعين. فما مجموعة اللي هي في إطار البحث الميداني على أثر حدوث الحالة الإيجابية متاع نهار الأحد كأنكم تتذكروا، واللي هو تو منوم في قسم العناية المركزة في سوسة. التحاليل هذه ظهرت حالة واحدة إيجابية، وبالتالي يرتفع عدد الحالات إلى 6. 6 فيهم 3 من نفس العائلة، باعتبار المريض هيك اللي مشى وحده لفرنسا قبل ما يخرجوا التحاليل. الحالة الحاضنة لفيروس كورونا والتي غادرت الحجر الصحي الذاتي ببنزرت في اتجاه فرنسا عبر مطار تونس قرطاج، أكدت وزارة الصحة أنهم في تواصل معه ومع السلطات الفرنسية نافية في الأمر أي تقصير. وقت التحليل اللي حضر وإحنا نعلموا فيكم أمس هو وقتها خذ الطيارة وسافر. بعثنا المعلومة لفرنسا وطيارة الخطوط التونسية وقع معناتها كشف على الناس اللي كانت راكبة فيها، والكل وقعت لهم الإحاطة والعزل الذاتي في فرنسا، وهو وقع إيواءه في المستشفى، ورجعت الطيارة بدون مسافرين وقع تعقيمها بعد في تونس. والطاقم اليوم اللي لهيم باللوائح الصحية الدولية في إدارة الرعاية الصحية الأساسية اعتناوا بهم من ناحية العزل الذاتي ومن ناحية التحاليل. ويتواصل اتصال وزارة الصحة بالرأي العام في نقطة إعلامية يومية تقدم فيها خريطة عملها وآخر تطورات الوضع الصحي في البلاد.